أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الجواب عن السؤال الثالث، وهو: هل يمكن أن يوجد الشيء بلا سبب أو لا يمكن؟ وهو المصطلح عليه بالصدفة المطلقة في قبال الصدفة النسبية. ما هي الصدفة المطلقة أعزائي؟ أشرنا إليها، ولكن من باب الاستذكار في الأسس المنطقية للاستقراء، صفحة 57 قال: والصدفة قسمان، مطلقة ونسبية. المطلقة ما هي؟ هي أن يوجد شيء، طبعا لم يكن موجودا، وإلا إذا كان موجودا ولم يكن مسبوقا بعدم لا معنى لأن يحتاج إلى من يوجده. وهذا الذي هو الذي عبرنا عنه بوجود غير مستقل، أو بوجود مشروط، أو بوجود محتاج، هو الذي يصطلح عليه في الفلسفة بالوجود الممكن. ما أدري واضح صار؟ إذن السبب لأي موجود؟ للوجود غير المستقل، للوجود المشروط، للوجود ماذا؟ شنو؟ محتاج. للوجود المتكئ على الغير، هو لا يستطيع أن يستقل بنفسه، لكي يوجد لابد أن يتكئ على من؟ على الغير. للوجود اصطلاح آخر أو مفروض آخر، للوجود الفقير، إذا أراد أن يكون غنيا ماذا يحتاج؟ أن يعطى، وإلا هو في نفسه ما هو؟ فقير. واضح صار أعزائي؟ قال: فالصدفة المطلقة هي أن يوجد شيء بدون سبب إطلاقا، كغليان الماء. هذا الماء أمامي، مرة واحدة نجده ماذا؟ بدأ يغلي، نقول لماذا؟ نقول بلا سبب. هذا السؤال لماذا؟ نقول لا يوجد سبب، من عند نفسه ماذا؟ حصل الغليان. هل يعقل هذا أو لا يعقل؟ إذا كان الشخص يقول يعقل، احنا بعد لا نستطيع أن نتحدث معه. ما أدري واضح صار ولا، لأنه نحن نريد من خلال الدليل استنادا إلى قانون السببية أن نقول يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة، إلى سبب. فإذا قال لا، مع أنه لم يكن ثم كان من غير سبب ماذا؟ وجد. عند ذلك بعد يغلق باب الحديث معه. قال: كغليان الماء إذا حصل دون أي سبب، دون أي سبب واقعي، لا دون سبب لا نعلمه، لأنه قد لا نعلم السبب، ولكن له ماذا؟ من قبيل أنه الآن شخص أتسمع دق الباب، أقول من يدق الباب؟ تقول لا يوجد أحد، ولكن الباب هو اندق من نفسي، هذا غير معقول، ولكن لا أعلم من دق الباب، فلا أعلم السبب، ولكن أعلم أنه يوجد سبب. هذا هو الفرق بين الإثبات وبين الثبوت، بين الواقع وبين علمي بالواقع. ولذا التفتوا جيدا، ولذا السيد الطبطبائي عندما يأتي لتعريف قانون السببية هكذا يقول عزل، التفتوا لي جيدا، هذه عبارته، يقول:
قانون العلية ما هو؟ قانون العلية العام أن سببا من الأسباب إذا تحقق مع ما يلزمه ويكتنف به من شرائط التأثير من غير مانع لازمه وجود ماذا؟ مسببي. هناك تلازم بين تحقق السبب وشرائط السبب وارتفاع الموانع وتحقق ماذا؟ المسبب. واضح؟ فإذا وضعنا يدنا على باء ولم يكن موجودا ثم وجدناه وجد نقول ما هو سببه؟ فنقول سببه أليف. هسه سواء علمنا السبب أو ماذا جهلناه، قلنا لابد أن يوجد له سبب، ولكن نعلمه أو لا نعلمه؟ لا نعلمه. هذا هو السببية. التفتوا جيدا أعزائي. الآن بالأمس أشرنا إلى إشكال، قالوا أن نظرية ميكانيكا الكم أو نظرية الكمية أسقطت قانون ماذا؟ السببية. ما معنى أسقطت قانون السببية؟ يعني يمكن أن يوجد شيء بلا سبب. بالأمس أشرنا للأعزة، قلنا أن السببية، الجواب الأول، أن السببية ليست مسألة تجريبية حتى تثبت بالتجربة أو تنفى ماذا؟ بالتجربة. وهذا ما قرأناه للأعزة من كتاب ماذا؟ بين فيليب فرانك، بين الفيزياء والفلسفة، صفحة مولانا 26. التفت جيدا، قال إن قانون السببية الذي هو أساس كل علم لا يمكن إثباته أو دحضه بالتجربة. إذن الإشكال الأول أو الملاحظة الأولى أو النقد الأول لهذه الدعوة التي قالها من؟ جاءت في كتاب اختراق عقل أحمد إبراهيم، هناك في صفحة 67 أعزائي. ماذا قال؟ ميكانيكا الكم هدمت شنو؟ السببية. الجواب الأول ما هو؟ أن السببية مفهوم عقلي لا يمكن للتجربة لا إثباتها ولا ماذا؟ ولا نفيها. هذا هو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، سلمنا معكم أن التجربة أو أن السببية يمكن إثباتها ودحضها من قبل ماذا؟ من قبل التجربة والعلوم الطبيعية. هذا هو المدعى، نريد أن نسلم. وإن كنا في الإشكال الأول قلنا تام أو غير تام؟ غير تام. من هنا أعزائي في نظري نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أولا أن نتعرف على تاريخ هذه النظرية. أنا فقط أشير إليها المصادر وكفتاوى أعزائي. تعالوا معنا إلى الموسوعة العربية العالمية، مجلد 24، صفحة 546. قال نبذة تاريخية عن ميكانيكا الكم، طرح عالم الفيزياء الألماني ماكس بلانك في 1900 فكرة الكمات لتفسير طيف الضوء المنبعث من أجسام ساخنة بعينها. وفي 1905 قام عالم الفيزياء الألماني إينشتاين بتوسيع نطاق فكرة بلانك، وذلك إلى آخره. ثم جاء من بعدهم أعزائي واقترح بور، عالم الفيزياء الدنماركي، نظرية التركيب الإلكتروني للذرة عام 1913. بعد مولانا، ثم طرح عالم الفيزياء الفرنسي بروغلي فكرة موجات المادة إلى آخره، إلى أن نأتي وتم منذ ذلك الحين توحيد كذا إلى آخره. هذه خلاصة شنو؟ تاريخ النظرية.
أهمية النظرية. أنا أقرأ من المتخصصين أعزائي، ولا ليس هذا تخصصي مرارا ذكرت، والعهدة على من؟ ها؟ على من أستند إليهم. تعالوا معنا إلى ستيفن هوكينج مولان، التصميم العظيم، في الصفحة 85 أعزائي. يقول: في أول 2000 عام أو نحو ذلك من التفكير العلمي، كان الحدس والتجارب العادية هما أساس التفسير النظري. يعني ظواهر الكون وقوانين الفيزياء وغيرها منشأها ماذا كان أعزائي؟ الحدس، وبعد ماذا؟ تجارب عادية. ومع تحسن التكنولوجيا واتساع نطاق الظواهر التي يمكننا ملاحظتها، بدأنا نجد أن الطبيعة تتصرف بطرق أقل وأقل تماشيا مع تجاربنا اليومية ومع حدسنا. وجدنا لا، تجاربنا اللي ننظرها بالعين العادية وحدسنا، القواعد الرياضية والفيزيائية والطبيعية لها أحكام أخرى غير الأحكام التي شنو نعرفها. التفت جيدا، كما برهنت على ذلك تجربات كذا، فتلك التجربة تمثل بشكل نموذجي نوعا من الظواهر الطبيعية التي لا يستطيع العلم التقليدي اللي أمثال نيوتن ماذا أن يفسرها. يعني لو كنا نحن وقواعد نيوتن الفيزيائية تستطيع أن تفسر الظاهرة أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لكن يمكن وصفها بما يسمى ميكانيكا الكم. لا، وجدنا نعم نظرية ميكانيكا الكم استطاعت ماذا؟ أن تفسر هذه الظواهر. وفي الواقع فقد كتب فلان: لقد تطورت هسه الآن ميكانيكا الكم، يقول بدأها فلان، تتضمن كل غموض، أما لقد تطورت مبادئ ميكانيكا الكم في العقود الأولى من القرن العشرين اللي بدأنا من 1900 وما بعد ذلك، وأينشتاين وغير ذلك، بعد أن اتضح أن نظرية نيوتن لا تكفي لوصف الطبيعة على المستوى الذري وما هو تحت الذري. فالنظريات الأساسية للفيزياء تقوم بوصف قوى الطبيعة وكيفية تعامل الأشياء مع قوى الطبيعة، والنظريات الكلاسيكية مثل نظرية نيوتن قد بنيت وفق إطار وقواعد تعكس ماذا؟ تعكس بخبرات الحياة اليومية. لماذا؟ لأن التكنولوجيا كانت متطورة وغير متطورة، فكانت تفسر ظواهر الطبيعة ضمن القواعد المتعارفة، حيث يكون للأشياء المادية وجود فردي وتتواجد في أماكن محددة. هذا موجود هنا، بعد يوجد في مكان آخر أو لا يوجد، يمكن أو لا يمكن. الحس حدسنا وتجاربنا إذا كان الشيء هنا يمكن أن يكون في مكان آخر؟ ها؟ شو تقولون؟ لا، لا يمكن، تمام. ولكن الآن بعض النظريات الفيزيائية تقول يمكن في هذا الآن، في نفس هذا الآن يكون شنو؟ في مكان. يعقل هذا؟ هذه تقول ظواهر طبيعية تثبت، وله آثار عظيمة هاي نظرية الكم. فقط أضرب لك مثال، أنت الآن جالس هنا في طهران وتريد أن توصل معلومة إلى ماذا؟ إلى الجالسين على بعد 10,000 كيلومتر في الولايات المتحدة، أو على بعد 2000 كيلومتر 1500 في الجبهة مولانا، فلا بد توصل إلى المعلومة. هذه توصل إلى المعلومة بأي طريق؟ إما الاتصال السلكي أو الاتصال شنو؟ ها؟ اللاسلكي، لا، السلكي أو اللاسلكي، صحيح؟ الآن التنصت الموجود من الأقمار الصناعية سواء كان سلكيا أو لاسلكيا، شو تسوي مولان؟ تستطيع أن
تطلع عليه. فأنت أي أول متصدرة إلى قادتك في الجبهات يطلع عليه العدو أو لا يطلع؟ الآن أكو علوم حديثة مولانا، أنت تقول الحاجة الآن، أنت هنا في نفس الآن يوجد هنا من غير جن، شلونها؟ هذه كلها من نتائج نظريات الفيزياء الحديثة. ولهذا التفت تعبيره، يقول في قوانين نيوتن كانت وفق إطار يعكس خبرات الحياة، حيث يكون للأشياء المادية وجود فردي وتتواجد في أماكن محددة وتتبع مسارات ماذا؟ معينة. هذه على ضمن نظرية الفيزياء النيوتنية. إن ميكانيك الكم تمنحنا إطارا لفهم كيفية عمل الطبيعة على المستوى الذري وما تحت الذري، ولكنها في التفصيل فإنها تملي علينا مخططا من المفاهيم المختلفة كليا عن المفاهيم ماذا؟ النيوتنية. يكون فيه موضع الشيء ومساره وحتى ماضيه ومستقبله غير محدد بدقة. هسه هاي الجملة خلوها إلى أن يأتي. ما هي أهم نقطة أساسية في شنو؟ في نظرية الكم. أعزائي، نظرية السببية الفلسفية تقوم على ركنين، تفتوا لي جيدا أعزائي، وأنا ذكرت للأعزاء في البحث السابق أنه الأبحاث بدأت في مقدار تحتاج إلى دقة وعمق وتأمل وتدبر من الأعزاء الذين يتابعون. نظرية السببية الفلسفية تقوم على ركنين. الركن الأول أنه إذا وجد أليف يحتاج إلى ماذا؟ شنو؟ إلى سبب. إلى إذا وجد أليف يحتاج إلى سبب وهو باء، أو إذا وجد باء يحتاج إلى سبب وهو أليف، لأنه هذا قانون السببي، هذا قانون الفلسفي. النقطة الثانية، الركن الثاني، إذا وجد أليف فحتما ويقينا يوجد ماذا؟ باء. فإذا قانون السببية الفلسفي بركن واحد أو ركنان؟ ركنان. ما هما؟ أن الظاهرة تحتاج إلى سبب، وأنه إذا وجد السبب تكون على يقين من وجود شنو؟ المسبب. فإذا أنت أين مكان استطعت أن توجد السبب فأنت على يقين أنه يوجد ماذا؟ المسبب. وهذا يطلق عليه اليقين بماذا؟ بشنو؟ بالمسبب أو الحتمية. ما أدري قدرت أوصل الفكرة إلى الأعزاء ولا؟ إذن يوجد عندنا مفهومان لا تخلطون بينهما. ما هما؟ السببية وشنو؟ أو اليقين أو الحتمية. الحتمية واليقينية هي السببية؟ لو من خصائص السببية التي يقولها الفلاسفة، من خصائصها، من لوازمها. سؤال، خلي أقرأ بعض العبارات حتى تعرفون بأنه أساسا ما هو. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب اختراق عقل مولانا، في صفحة 84. من خلال الأمثلة أبين ما هو الفرق بين السببية و شنو؟ الحتمية. الحتمية يعني شنو؟ يعني اليقين بأنه إذا وجد السبب يوجد ماذا؟ فيبدأ بس يجعلها علاقة حاكمة بين الأشياء تظهر قيام النتيجة بالسبب، بصرف النظر عن أنه شنو؟ ها؟
أن النتيجة تحتاج إلى شنو هو؟ أما حتمي أو ليس حتمي، مو السببية حتمية، لا، النتيجة يقينية أو ليست يقينية. السببية الفلسفية تقول ماذا؟ كذلك. فالسببية علاقة قائمة بشكل مطلق بصرف النظر عن أي شيء آخر. خلي ذهنك يمي. بعد مولانا من هنا صار هذا البحث، ما هي العلاقة بين السببية وبين الحتمية؟ بعض قال علاقة اللازم والملزوم، بعض قال لا، علاقة عموم وخصوص، ها، من وجه. يعني شنو؟ يعني توجد سببية ولا حتمية، توجد حتمية ولا سببية. كيف يتصور؟ خلي وقد توجد سببية وحتمية. التفتوا فقط، دققوا، التفتوا. ما هو مورد افتراق الحتمية عن السببية؟ لو عندك كمبيوتر دقيق لا يخطأ ولو واحد من المليار من الثانية، أساسا لا يوجد فيه خطأ، ها؟ التفت جيد. ووقته على ساعة معينة أنه يدق الجرس، التفت جيد. هذا عندما يدق يعني هناك سببية عقلية بين الكمبيوتر وبين الساعة اللي دقها، أو توجد فقط أن هذا الوقت فقط توجد حتمية أنه في الساعة الكذائية يدقه، أي منهما؟ ياهو من؟ افترض مولانا قطار تريد أن تسافر ويقول لك أن هذا القطار يوميا الساعة 10 صباحا يتحرك من المكان الكذائي، فيوجد يقين وحتمية أو لا يوجد أن الساعة 10 يتحرك، ولكن توجد سببية بين القطار وبين الساعة 10 أو لا توجد؟ ها؟ إذن يمكن أن توجد حتمية ولا شن ولا سببية، تمام ولا؟ سؤال، يمكن أن توجد سببية بلا حتمية؟ الجواب نظرية الكم تريد أن تثبت هذا؟ أنه لا ملازمة بين قانون السببية وبين ماذا؟ وبين الحتم. خلي ذهنك يمي. شنو يمكن؟ الجواب هسه الفيزياء هكذا تقول. أنت ما تقبل العلوم الطبيعية، لا تقبل. موفقين. التفت لي جيدا، التفت لي، التفت جيدا. فأولئك الذين إما عن غرض ومرض وإما عن جهل قالوا أن نظرية الكم هدمت شنو؟ هي هدمت قانون السببية، لو هدمت خاصة من خواص قانون السببية، هدمت الحتمية ولم تهدم شنو؟ السبب. ولهذا تعالوا معنا، خلوا ذهنكم يمي، تعالوا معنا شوفوا هذا كتاب بين الفيزياء والفلسفة، هناك في صفحة 131 الفصل التاسع، اقرأ، التفت جيدا. الحتمية مو السببية، الحتمية واللا حتمية في الفيزياء الحديثة. نيوتن كان يعتقد بالسببية والحتمية، إينشتاينم أيضا مع أنه آمن بالنسبية آمن بالسببية والحتمية، ولهذا نقد نقدا شديدا نظرية ماذا؟ ميكانيكا الكم، لا يقبله. نظرية ميكانيكا الكم تقول السببية قائمة ولكنه شنو؟ لا حتمية. يعني أنت تستطيع أن تعرف هذه المقدمات، تقول له هاي المقدمات التي عرفتها تنتج النتيجة باء أو لا؟ يقول احتمال 70% ينتج. هذا
احتمال 70% عندما ينتج ولو على مستوى 70%. هذا قانون السببية موجود لو ما موجود؟ موجود، لأنه هاي المقدمات أنتجت شنو؟ هاي النتيجة. ولكن أنت لا تستطيع أن تقول على اليقين سوف شنو. فإذا أنت دا تنكر شنو؟ الحتمية. ما أدري واضح ولا؟ نظرية الكم بصدد إنكار شنو؟ الحتمية، بصدد إنكار اليقين بالنتيجة. هذه هواي مهمة في نظرية المعرفة إن شاء الله في وقتها، وهو أن تقيم 1000 دليل على أن الله شنو موجود. هذا في العلوم الإنسانية. تستطيع أن تقول إذن 100، يقول لا لا لا، هذه النتيجة الاحتمال الراجح أنها شنو صحيح. هسه هذا خلوه العلوم الطبيعية، ما عندي شغل في العلوم الإنسانية. يقول حين يصف الفلاسفة وجهة نظرهم في النظريات الجديدة، النظريات الجديدة ماذا؟ في الفيزياء، فإنهم عادة ما يتخذون أحد اتجاهات 3. هو يعتقد أن السببية تلازمها شنو؟ الحتمية. تأتي الفيزياء الحديثة تقول توجد سببية ولكن لا توجد حتمية. ما هو موقف الفلاسفة؟ يقول توجد اتجاهات 3. الاتجاه الأول يقول الصحيح ما نقوله نحن ونظرياتكم الفيزيائية كلها شنو؟ وهم. وهذا الذي يقول على النظرية الجديدة تناقض النظام الفلسفي الصحيح، ولذلك فهي باطل. واضح ولا؟ 2، النظرية الجديدة هي تأكيد ممتاز للنظام الفلسفي الصحيح. يعني شنو؟ يعني إذا العلم قال هذا احنا بنرفع يدنا عن ماذا؟ ها؟ عن الحتمية، لأنه نظرية الكم ما نفت السببية، نفت الحتمية. نقول احنا كنا مشتبهين. ما أدري واضح ولا؟ 3، النظرية الجديدة يمكن استخدامها لإدخال تعديلات تزيد أو تقل في أهميتها عن النظام الفلسفي الصحيح. من هنا أعزائي خلوا ذهنكم يمي تعالوا معنا. من أهم خصائص نظرية ميكانيكا الكم هو ما يصطلح عليها بمبدأ الريبة. الريبة شنو؟ يعني عدم اليقين. تعال معنا، تعالوا معنا. ويعد هذه وين؟ في الموسوعة العربية صفحة 546. ويعد مبدأ الريبة يعني عدم اليقين من الأفكار الأساسية الأخرى في ميكانيكا الكم. ووفقا لهذا المبدأ، مبدأ ماذا؟ مبدأ الريبة، مبدأ عدم اليقين، عدم الحتمية مو عدم السببية، فإن وضع جسيم ما في المكان الكذائي وسرعته التفتوا جيدا، مكانه وسرعته، يقول لا يمكن قياسهما بدقة على نحو متزامن. لو تستطيع أن تعين موقعة، لو تستطيع شنو؟ شنو؟ أن تحدد سرعته. تريد أن تعين مكانه وسرعته، يقول لا يجتمع. هذه من قوانين شنو؟ من أحكام نظرية الكم أعز. إذا أردت أن تعين مكانه بعد لا تستطيع أن تعرف هذا الجسيم أو الذرة أو ما تحت الذرة سرعته ايش قد كم. هسا أقول لكم شنو آثار. إذا أردت أن تعين سرعته لا تعرف شنو مكانه. هسا الآن ضع يدك على ذرة أو ما دون الذرة،
عينت مكانه أنت بأجهزتك الموجودة، ولكن هو عند سرعة أنت إلى أن تعلم هذا مكانه سرعته بنحو منتقل إلى شنو؟ إلى نفس المكان لو مكان آخر أصلا موجود لو معدوم. لعله أنت وصل لك علم أنه موجود، ولكن بعد الآن الثاني لأنه هو سريع فوق الصوت مولانا، فهو بعد في نفس المكان أو لا. ولهذا لا يمكن تعيين مكان الشيء وسرعة الشيء ماذا، وإذا أمكن فهو على نحو الدقة واليقين له على نحو الاحتمال. ما أدري واضح صار؟ فإذا قانون السببية حاكم، ولكن قانون اليقين بالموضع والسرعة موجودون أو لا ليس موجود؟ ما أدري واضح ولا. يقول وهذا المبدأ صحيح. لماذا؟ لأن الذرة لها خواص الجسم اللي من خلاله يتعين الموقع، وله خواص الموجة اللي يرتبط بالسرعة لا يرتبط شنو؟ بالمكان. واضح صار؟ ولكل من الجسم والموجة أحكامهما الخاصة، فلا يمكن جمعهما في آن واحد. بعد قدرت أوصل الفكرة للأعزاء ولا؟ وهذا المبدأ لأن الجسيم له خواص موجية، يعني هذا كل جسم إذا نظرت إلى كل ذرة إذا نظرت إليه بحسب بعده الجسمي يتعين مكانه، إذا نظرت إلى بعده شنو الموجي يتتعين ماذا سرعته. وفي آن واحد يمكن أو لا يمكن؟ لا. يقول هذا حكمان لموضوعين، لا يمكن. وبالإضافة إلى ذلك فإن الطريقة المستخدمة لتحديد وضع الجسيم وسرعته لا تسمح بدقة لا حدود لها، ولهذا دائما أنت تستطيع ماذا؟ حتمي أو غير حتمي، يقيني أو غير يقيني. ولكن هذه إلى آخر. خلي ذهنك يم. خلي ذهنك يم يعني. تعالوا معنا إلى كتابي اختراق العقل. المشكلة أين أعزائي؟ المشكلة هنا، أن للإلكترونات صفحة 71، أن للإلكترونات نبذة مختصرة عن عجائب ميكانيكا كم. يقول هذه من أعجب، وهي فيزياء تجريبية، خواص موجية وشنو وجسمية في نفس الوقت، فهي تتصرف أحيانا كجسم وأحيانا ماذا كموجة، ولا توجد إلى الآن أجهزة تستطيع أن تحدد الموضع والسرعة في آن واحد. ما أدري واضح هذا. بعد فيما يعرف بمثنوية الموجة والجسيم، وهذا في حد ذاته قد يكون تناقضا. لماذا؟ لأن الجسم يكون محددا متحيزا في المكان، والموجة لها مكان وليس لها مكان، منتشرة غير محدودة وغير متحيزة في المكان، فهل يمكن تحديدها أو لا يمكن تحديدها؟ ها بحسب كون. ولكن هي هاي الذرة مرة تظهر بمظهر الجسيم ومرة تظهر بمظهر الموجة والطاقة، فتستطيع أن تحددها أنت أو لا تستطيع؟ لا يمكن. لكن هذا ما تم رصده لطبيعة هذه الأشياء دون الذرية، وإن كان الوصف الأكثر دقة والذي يذكر دائما في الكتب الفيزيائية الأكثر تخصصية هو أنها موجات فقط. يقول عادة يعبرون عنها موجات، ولكن لها خواص ماذا؟ جسمية أيضا. عادة هي موجات طاقة، ولكنها أيضا بعض الأحيان شنو؟ تتخذ لباس الجسمية. وليس ثم جسيمات مطلقا يعني في الموجات، ويذكرون أسبابا لرصد تلك الظاهرة على أنها جسيمات أحيانا أيضا، إلى أن يأتي مولانا. تعالوا معنا أعزائي، خلوا ذهنكم يمي. ها هسه الآن
إذا اتضحت هذه النقاط تعالوا معنا عندنا وقت جيد. إذا اتضحت هذه النقاط في صفحة 82، والآن نعود إلى إجابة السؤال: هل ميكانيكا الكم هدمت السببية؟ لأنه إذا استطاعت العلوم الطبيعية والفيزيائية أن تهدم السببية، بعد تستطيع أن تستند إليها لإثبات الخالق أو العلة أو لا تستطيع؟ باطلة، علميا باطلة. ومن هنا قال البعض أن العلم قتل وجود ماذا؟ الإيمان بوجود الله، استنادا إلى ماذا؟ ها؟ إلى نظرية ميكانيكا الكم. ما أدري. ولهذا قرأنا لكم فيما سبق: هل أن العلم قتل ها الإيمان بوجود الله أو لم يقتل؟ أي منهم؟ يقول: الحقيقة أن فيزياء الكم هدمت الحتمية ولم تهدم شنو؟ السببية. والذي هو محل الكلام في إثبات وجود الله ماذا؟ السببية لو الحتمية؟ احنا ده نتسند إلى السببية لا للحتمية. والفرق بينهما يشرحه لنا العالم الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء ماكس بورن، أحد مؤسسي ميكانيكا الكم اللي الآن قرأنا اسمه في التاريخ. في كتابه فلان فقد عقد فصلا في أول الكتاب بعنوان كذا، يفرق فيه بين معنى الحتمية التي هدمتها ميكانيكا الكم وبين معنى السببية التي ما زال قائما هناك، وقد حرر بالفعل معنى السببية بدقة ووقف على المعنى نفسه الذي بينته في أول هذا الفصل. يعني أن النتيجة لكي توجد تحتاج إلى سبب. وسوف أضع بعض الاقتباسات من كتاب ماكس بورن تبين الأمر. احنا مولانا الآن ده نذكر العبارات حتى الأعزاء اللي يعرفون اللغة الإنجليزية فليطالع الأصل الإنجليزي، والذي لا يعرفون يراجعون هذه الترجمة العربية. القول بأن الفيزياء قد تخلت عن السببية هو قول لا أساس له من الصحة. أن الفيزياء الحديثة قد تخلت عن الأفكار التقليدية وعدلت فيها، يعني الحتمية من لوازم ماذا؟ السببية الفلسفية. مو مهم، احنا الآن الذي نحتاجه ما هو؟ السببية، ولا نحتاجه الآن ماذا؟ بحث الحتمية له حساب آخر. لكن لو توقفت الفيزياء عن البحث عن أسباب الظواهر فلن تصبح حينها علما. يعني إذا أنكرت قانون السببية مو الحتمية، بعد الفيزياء علم أو ليس بعلم؟ إنما تكون علما لأنه من أهم أركانها الإيمان بالسببية. ثم يقول، تعالوا معنا، ثم يقول: ويضرب أمثلة تبين الفرق بين السببية والحتمية، فيبدأ بالسببية ويجعلها علاقة حاكمة بين الأشياء تظهر قيام النتيجة بالسبب بصرف النظر عن تحديد الزمان والمكان. لماذا بصرف النظر عن تحديد الزمان والمكان؟ لأنه في نظرية الكم إذا أراد أن يحدد المكان بعد يستطيع أو لا يستطيع، ولكن هذا ينفي السببية ولا ينفي السببية؟ لا ينفي السببية. فالسببية علاقة قائمة بشكل مطلق بصرف النظر عن التعيين في مكان معين أو زمان معين. ثم يأتي ويقول: ثم ذكرنا مثالا على علاقة حتمية غير سببية، وهي جدول مواعيد القطارات، فهو حتمي محدد في الزمان والمكان، ولكنه توجد سببية ولا توجد سببية؟ لا توجد. وأخيرا يقول، التفت جيدا، بكل وضوح أن الحتمية ليست هي السببية، وأن الحتمية هي التي هدمتها ميكانيكا الكم، وأن السببية هي البحث. ما هي السببية؟ هي اعتماد الأشياء في وجودها على أشياء أو شروط معينة، وهذا ما زال صحيحا في فيزياء الكم. هل يمكن أن نرضى بقبول المصادفة؟ الصدفة ماذا؟ المطلقة، يعني إنكار السببية كقانون أعلى للعالم الفيزيائي؟ الجواب كلا وألف. للإجابة على هذا السؤال يقول هذا الفيزيائي:
إنه ليست السببية المفهومية بشكل صحيح هي التي سقطت، وإنما الذي سقط فقط هو ماذا؟ شنو؟ التفسير الفلسفي لها، مو نظرية السببية ماذا؟ أو قانون السببية سقط، المتمثل في تحديد هويتها بأنها أي أن السببية هي ماذا؟ الحتمية، مع أن السببية شيء والحتمية ماذا؟ بينهما عموم وخصوص من واجه، سببية ولا حتمية، وحتمية ولا سببية، وحتمية وسببية. لقد سعيت جاهدا لأوضح أن هذين المفهومين غير متطابقين. السببية في تعريفي ما هي؟ هي الفرضية بأن الحالة الفيزيائية المعينة تعتمد على الأخرى، والبحث السببي يعني الكشف عن هذا الاعتماد، وهذا ما زال صحيحا حتى في فيزياء ماذا؟ الكم. ثم وهنا ننتقل من كلام بور إلى الأبحاث العلمية الحديثة التي تصرح بأن الحتمية غير السببية، وبأن الحتمية لو كانت انهارت بميكانة فالسببية قائمة هناك، بل هي أولى مسلمات ميكانيكا الكم. أساسا هي من مبادئ ميكانيكا الكم. ما هو؟ يعني بعبارة أخرى، التفتوا جيدا، إذا أنكرنا السببية، التفتوا، إذا أنكرنا السببية في الفيزياء الحديثة أو في نظرية الكم، بعد يوجد قانون أو فوضى بعد يصير ماذا؟ الجواب، نظرية ميكانيكا الكم لا تعتقد ماذا؟ بالفوضى، تعتقد بوجود قانون، ولكن هذا القانون يقول نتائجه حتمية أو غير حتمية. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء ولا خلي ذهنك يمي. يقول السببية في مجال العلوم دائما ما تتعلق بمبدأ السبب والنتيجة، وكثيرا ما يساء تفسيرها بطريقة ساذجة فيتم اعتبارها مرادفا للحتمية، ومن خلال وجهة النظر هذه يمكن أن يكون من المستغرب أن نعتبر السببية أو المسلمة الأولى لنظرية الكم. يقول قد تستغرب أننا إذا قلنا أن المسلمة الأولى في نظرية الكم الميكانيكية هي ماذا؟ هي السببية. تقول ماذا؟ لماذا هذول يؤمنون بمبدأ الريبة وبمبدأ عدم اليقين؟ يقول خلطت بين السببية وبين الحتمية. يقول يمكن أن يكون من المستغرب عندك أن السببية هي البديهة أو المسلمة الأولى لنظرية الكم، والتي اشتهرت بأنها نظرية مبدأ عدم اليقين، مبدأ ماذا؟ الريبة. لذلك ولكن مع ذلك فإن السببية في صياغتنا هي أن الاتصالات إلى آخره، اشتققنا إلى أن يأتي، ثم جاءت التجارب. التفتوا جيدا، إذن فيزياء الكم لم تسقط السببية كما على الضجيج بذلك كثيرا، وإنما أسقطت ماذا؟ الحتمية. واضح؟ هسا أنت إذا جنابك افترضت أن السببية هي الحتمية، فتقول أنه من أسقط الحتمية فقد أسقط السببية، من باب أن تعلق الحتمية بالوقت أهم إلى آخره. سؤال، مولانا هذول مؤمنون بالله فيقولون أن السببية شيء وأن الحتمية ماذا؟ شيء آخر، حتى يتمسكوا بالسببية لإثبات شنو؟ وجود الله. أنتم صادقين؟ أضربوا لنا مثالا من ملحد يقول هذا الكلام. هذا هو مهم. هو ماذا؟ ملحد. فنسأله ماذا تقول في شنو؟ في قانون السببية، هل أن نظرية ميكانيكا الكم أسقطت قانون السببية؟
أم لم تسقطها؟ هذا محل الكلام، مو أنه أسقطت الحتمية أم لم تسقطها. نحن قبلنا أنه لا توجد حتمية. منو تريدون شاهد نجيب لكم منها؟ أنا مولانا ستيفن هوكينج مولانا، هذا مؤمن بالله لو ملحد مولانا، ملحد له نظير في الفيزياء الحديثة أو ليس له نظير؟ بعد هو كرسي نيوتن أعطوه أين؟ في بريطانيا، ودفن في مقابر أيضا كذا وكذا. انظروا ماذا يقول. فإنها، أرجع للعبارة اللي قرأت منها، فإنها نظرية ميكانيكا كم تملي علينا مخططا من المفاهيم المختلفة كليا مخططا. هذا المخطط ما هي، ما هو قوامه؟ يكون فيه موضع الشيء ومسار الشيء. موضعه المكان، مساره شنو؟ السرعة. قلنا بأن موضعه كجسيم، مساره كشنو؟ كموجة. يكون فيه موضع الشيء ومساره غير محدد بدقة. إذن ماذا ده ينفي؟ ينفي السببية، لو ده ينفي شنو؟ الحتمية، الدقة، الريبة، عدم اليقين. ونظريات الكم لقوى كالجاذبية وكذا تكون متضمنة داخل هذا الإطار، يعني إطار عدم اليقين، عدم الحتمية. هل يمكن للنظريات المبنية على مثل هذا الإطار الغريب جدا على الخبرة اليومية، لو نظرنا إليها ضمن الخبرة اليومية وقواعدنا غريبة جدا، أن تفسر أحداث؟ هسه ما أريد أنه أطيل على الأعزة. يقول أحد المعتقدات، صفحة 89، أحد المعتقدات الرئيسة في ميكانيكا الكم هو مبدأ الريبة، أو مبدأ شنو؟ اللا يقين، الذي صاغه هنزنبرغ في 26. فمبدأ الريبة يخبرنا بأن هناك، هو التعبير دقيق، فمبدأ الريبة يخبرنا بأن هناك حدودا لقدرتنا. لا يمكن، لو لا تستطيع أنت. يقول والله إلى أن، إلى الآن تكنولوجيتنا وعلومنا الفيزيائية لا تعطينا المجال نحدد المكان ونحدد المسار والسرعة. وهذا يحتمل بعد 50 سنة شنو؟ فإذا أسقطت، خلي ذينا كمي، خلي أكمل لك لأنه أخذ النتيجة بعد مولانا، فلهذا ينتهي إلى هذا النتيجة اللي هو محل شاهدي. قد يبدو أن فيزياء الكم تقوض فكرة أن الطبيعة محكومة بقوانين. قد تصور لعد، إذن نظرية ميكائيل الكم بعد آمنت بالسببية، لو أسقطت السببية أسقط، فصار عندنا قوانين لفوضى. يقول هذا توهم، فإن الطبيعة محكومة شنو؟ بقوانين. قد يبدو، قد يبدو أن فيزياء الكم تقوض فكرة أن الطبيعة محكومة بالقوانين، لكن ليس هذا، ولكن ليس، لكن هذا ليس صحيحا. هذه باعتبار ما مطبوع عندي، هذا من انا مستنسخه، فلهذا النسخه الاصليه راجعتها، طبعت كتبت هذا اللي موجود في النسخه الاصليه. وبدلا من ذلك، فان فيزياء الكم تقودنا لقبول شكل جديد من أشكال الحتمية، مو الحتمية التي تقول بها الفلسفة النيوتنية أو الفيزياء النيوتنية، شكل جديد، شكل جديد. فلهذا تجدون مو فقط لا ينكر السببية، بل لا ينكر ماذا؟ الحتمية. ويقول تعطينا صيغة جديدة من الحتمية، نظرا
لحالة النظام في وقت ما، فقوانين الطبيعة تحدد الاحتمالات المختلفة لكل من الأزمنة الماضي والقادمة، بدلا من تحديد ماض معين ومستقبل معين على وجه اليقين. فقط الذي تنفيه لنا شنو؟ ها؟ اليقين والحتمية. تقول لعد ماذا تصل؟ التفت لجيدة. يقول وفقا لفيزياء الكم لا تهم كمية المعلومات التي نحصل عليها أو مدى قوة قدراتنا الحوسبية، فنتائج العمليات الفيزيائية لا يمكن التنبؤ بها بثقة لأنها غير محددة. شنو؟ ماذا؟ بيقين. خلي ذهنك يم. إلى هنا أين انتهينا عزيزي؟ أولا خلي ذهنك يم. أولا قلنا أن قانون السببية خارج عن العلوم طبيعي. لو تنزلنا وقلنا ان العلوم ان السببيه تابع ماذا؟ ها؟ للعلوم الطبيعيه. الجواب فيزيائي في نظريه ميكانيكا الكم اسقطت قانون السببيه او لم تسقط؟ ها؟ ثالثا خلي ذهنكم، ثالثا ان هذه القوانين التي نحن وصلنا اليها الى الان في ميكانيكا الكم، من أين تقولون هي القوانين الفيزيائية الواقعية؟ قل لعلكم الآن وصلتم إليها وأنتم ماذا؟ شنو؟ مشتبهون أو غير مشتبهين؟ والدليل على ما أقول أن نيوتن مولانا وصل إلى الفيزياء اليقينية المطلقة في الزمان والمكان. إجا نيوتن ماذا فعل؟ أقول إجا إينشتاين ماذا فعل؟ قبل اليقينية ولكن قبل الإطلاق في الزمان والمكان، أو قال نسبي نسبي. جاءنا بعد ذلك ميكانيكا الكم لا قبلت شنو؟ ها؟ لا اليقينية ولا ماذا؟ ولا النسبية الحتمية، وإنما قالت ماذا؟ غير الحتمية. شنو دليلك بأنه بعد 50 سنة مولانا إحنا ما تكون لنا نظرية؟ فإذا ارجع إلى عبارة منه، ها؟ ارجع إلى عبارة منه، ها؟ فمبدأ الريبة يخبرنا بأن هناك حدودا لقدرتنا، هاي مرتبطة بنا بمقام علمنا لا بالواقع ونفس الأمر. حدودا لقدرتنا على قياس بيانات محددة بشكل متزامن، مثل موضع الجسيم وسرعة الجسيم. ما أدري واضح صار ولا. وعلى هذا الأساس تعالوا معنا إلى هذا الرجل اللي هو أيضا من الأعلام في الفيزياء، بول ديفيز. تعالوا معنا إلى صفحة 28 من كتابه وأختم حديثي في قانون السببية. يقول إلا أن السؤال الأكثر ملاءمة هو، دققوا جيدا فيما أقول، هل القوانين الموجودة، هاي القوانين الفيزيائية والقوانين الرياضية والقوانين الكيميائية والقوانين الفلكية، بعد أنت عندك أهم القوانين يا قوانين، قوانين رياضية بعدين فيزيائية بعدين كيميائية بعدين إلى آخر، أليس كذلك؟ هل القوانين الموجودة في الكتب، يعني التي اكتشفناها بحسب قدراتنا، هي بالفعل قوانين الفيزياء الواقعية، أم هي أفضل الاجتهادات بشأنها فقط؟ يا إذن بيني وبين الله ذلك مبلغكم من العلم. هسه البعض يقول لي سيد لماذا يقول بأنه اجتهاداتنا ما بها مطلقات؟ عزيزي أنا لا أقول بأن العلوم الطبيعية بها مطلقات، فما بالك في العلوم الإنسانية؟ وهذا هم ما يصرحون، أصحاب العلوم الطبيعية يقولون لا توجد عندنا ماذا؟ مطلقات، هذه اجتهاداتنا. بعد
إن قلة نادرة من علماء الفيزياء، يقول هذول أقلية وشاذين، هم من يزعمون أن القوانين الموجودة في الكتب اليوم هي في صورتها النهائية أصلا مطلقة، وقد حققناه بما لا مزيد عليه. يقول قلة نادرة وبتعبير الشاذ تقول ما وصلنا إليه هي ماذا؟ قوانين الكون. يقول أبدا لا يوجد أحد إذا يحترم عقله وعلمه يقول ماذا؟ بحسب فهمي وطاقتي. إذ إن هذه القوانين على الأرجح هي أقرب ما توصلنا إليه عن القوانين الحقيقية فقط. القوانين الحقيقية لا نعرفها لأنها الواقع ونفس الأمر، هذا أقرب نعتقد أقرب ما توصلنا إلى القوانين الحقيقية يا قوانين، هذا الذي نحن وصلنا إليه، هي أقرب ما توصلنا إليه من عن القوانين الحقيقية فقط. إلا أن علماء الفيزياء لعد العقلاء منهم والذين يفهمون ويحترمون يؤمنون بأنه مع تقدم العلم ستلتقي القوانين الموجودة في الكتب في قانون واحد مطلق. يقولون نحن إلى أن لا نصل إلى اكتشاف ذلك القانون المطلق اطمئن، كل قوانيننا واقعية 100% لو تقريبية. ها فأسأل الآن، نسأل منه، خلي ذهنك يم. طبعا بعد ذلك يكون في علمك هل القوانين حقيقية، يطبق ذلك على القوانين الرياضية مولانا؟ يقول حتى القوانين الرياضية احنا نقول 2+2 يساوي ايش قد؟ ها نقول ارجح الاقوال ايش قد يصير؟ 4. ولهذا يضرب مثال، هذا يقول بدأت هذه الكيانات والعلاقات الرياضية في اكتساب وجود مستقل. يؤمن الرياضيون أن عبارة على غرار فذا 3 × 5 = 15 والعدد عدد إلى أو. يقول هذه في الواقع كانت أمور لفهم غيرها، ولكن نحن نظرنا إليها بنحو استقلالي فتصورناها مستقلة وأنها شنوية مطلقة، وليست كذلك. تقول يعني سيدنا الآن نشكك؟ أقول لا لا لا، أنا الآن مسؤول عما شنو وصلت إليه، هذا الذي أنا مسؤول عنه، أنا مو مسؤول عن غيره. ما أدري واضح صار ولا؟ إذن على هذا الأساس قوانين السببية، حتى لو آمنا قانون السببية، حتى لو آمنا بنظرية ميكانيكا الكم، أولاً لم تسقط نظرية ميكانيكا الكم قانون السببية، بل أسقطت ماذا؟ الحتمية. وثانيا أن هذا الإسقاط بحسب ها شنو؟ قدرتنا، ولعله يتبدل، ولكن هل ستبدل لا يتبدل؟ هذا يضرنا أو لا يضرنا شيء؟ لا يضرنا، لأن نحن نريد قانون ماذا؟ قانون السببية. والنهاية التي ننتهي إليها عرفت شون؟ ما هي؟ إذن فيزياء الكم لم تسقط السببية كما على الضجيج بذلك كثيرا، وإنما أسقطت الحتمية، ويمكن القول بأن الحتمية إلى آخره. فتحصل إلى هنا أعزائي خلاصة مما تقدم، أن قانون السببية أولا عقلي وليس ماذا؟ تجريبي. وإذا قبلنا أنه تجريبي أيضا، فإن نظرية ميكانيكا الكم لم تسقط السببية وإنما أسقطت ماذا؟ الحتمية. هذا تمام الكلام عن الجواب عن جواب السؤال ماذا؟ الثالث، هل يمكن أن يوجد الشيء من العدم، يعني الصدفة المطلقة أو لا؟ الجواب لا وألف لا. ولذا تجد كل جهود، مع الاعتذار دقيقة أو دقيقتين، ولذا تجد كل جهود العلماء، علماء الطبيعة فيزياء وغير الفيزياء، من صبت على أنه هذا العالم
التفت، هذا العالم وجد من غير سببين أو وجد ماذا؟ بسببين، لأنه مفروغ عندهم أن هذا العالم يحتاج إلى ماذا؟ فقط صاروا بصدد اكتشاف قوانين هذا العالم. ما أدري واضح ولا؟ تعالوا معنا إلى شو اسمه؟ إلى التصميم. شوفوا إلى هذا الرجل هوكينج، ستيفن هوكينج مولانا. شوفوا هناك عنده عنوان فصل مستقل، هو عنوان لطيف مولانا، عنوانه سيادة القانون، هو لطيف، أنا يعجبني. الفصل الثاني من كتابه التصميم العظيم سيادة القانون، يقول لا توجد طبيعة بلا أصلا، لا يمكن قانون. قانون يعني ماذا؟ يعني سببية. نعم هسه هذه السببية تلازم الحتمية، ولهذا يطرح ثلاثة تساؤلات أصلية. التفتوا إلى التساؤلات الأصلية التي يطرحها، هذه التساؤلات الثلاثة الأصلية، التفتوا جيدا. وين هذه شفتها أنا مولانا؟ هو الفصل أنا وجدت، إذا أريد أدخل إلى بحث الأعزة، هذه هاي مولانا، هاي القوانين الثلاثة. ما مصدر القوانين؟ هذا السؤال الأول الذي يطرحه، يقول وهذا هاي القوانين، لماذا أن العالم بهذه القوانين لا بقوانين أخرى، أو ليس بلا قانون؟ أينشتاين عنده جملة هو عجيبة، هاي الجملة يقول من أهم قوانين هذا العالم أنها صممت بنحو نستطيع أنا وأنت نفهمها، وإلا قد كانت تصمم نستطيع أن نفهمها أو لا نستطيع، فنستطيع أن نسخرها أو لا نستطيع. فمتى نستطيع أن نسخر الطبيعة؟ ها، إذا فهمنا قوانينها. التفتوا جيدا، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك استثناءات للقانون؟ وهذه هي مشكلة المعجزات، احنا نقول المعجزة خرق للقوانين. من هنا وقع مصيبة، هذه لابد نحلها، وهذه واحدة من إشكالاتهم على النبوة، وهو أن النبي يقول شيئا خلاف القانون، يعني يأتي بشيء المعجز خلاف القوانين. ولهذا بعض المتكلمين قالوا خرق للعادة مو للقوانين، مو خرق لقانون علية. سيد الطبطبائي ماذا قال؟ قال لا، أصلا هو قانون، المعجزة قانون، ولكن قوانين لا نعرفها. ما أدري واضح هاي حتى يتخلصون. هل توجد فقط مجموعة واحدة من القوانين الممكنة؟ وما هو القانون؟ يقول لقد طرحت تلك الأسئلة المهمة بطرق مختلفة من قبل العلماء والفلاسفة، وتم تقديم إجابات تقليدية عن السؤال الأول، أمثال غاليليو وديكارت ونيوتن، مفادها أن هذه القوانين من صنع الإله، لأنه قوانين محكمة. وهذا بحث سيرتبط ببحث الغاية، يعني عندما نأتي إلى دليل شنو؟ الواقع المنظم يحتاج إلى ماذا؟ إلى مدبر شنو؟ ها؟ وناظم ماذا؟ ها؟ عالم حكيم قادر. لا المادة الأولى، هذاك إن شاء الله ننفي به شنو؟ قد يقول قائل بأنه أنتم تقولون كذا، نقبل المادة الأولى. أقول لا يمكن أن تكون المادة الأولى هي سبب كل هذه. السؤال الرابع إن شاء الله يوم الأسبوع القادم، هل أنها جميعا مستقلة أو جميعا غير مستقلة، أم فيها مستقل وغير مستقل؟ ونحن لابد أن نبطل أنها جميعا شنو؟ غير مستقلة، لأن الطرف الآخر يقول فليكن كلها شنو؟ غير مستقلة. فيثبت موجود مستقل فلا أو لا يثبت؟ ها؟ إذا فرضنا كل الموجودات اللا متناهية شنو هي؟ كلها غير مستقلة، إذن يثبت وجود مستقل، وأنتم الذي تقولونه تريدون أن تثبتوا لنا وجودا مستقلا، إذن لابد أن نبطل ياشق ها؟ كلها غير مستقلة، وهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.